وهذا السؤال عن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبعثون برسائل وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوصية الأولى أو الوصية الثانية أو الثالثة وهكذا، فمعظم ما يكون في هذه الرسائل فيها الخطأ بل وفيها البدع. قد توجد في بعض فقراتها ما يذكرون شيئا من الحق لكن للتدليس من أجل أن تروج هذه الرسالة. فليتفطن أي وصية مكتوبة أو مسموعة تقرأها أو تسمعها فلا تنشر إلا بعد أن تستوثق من جميع فقراتها، فقد تكون غير شرعية بل قد تكون فيها بدعيات وشركيات، نسأل الله السلامة والعافية.